لكن عايز اقول في النهايه احنا كنا نقدر ننافس على البطوله دي افضل من كده، كنا ممكن نعمل افضل من كده. وامبارح انا تفتكروا لو 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 تفتكروا امبارح في البرنامج قلت لكم انا مش عاجبني تصريحات كيروش لما صرح امبارح في المؤتمر الصحفي قبل الماتش وقال احنا كده عملنا اللي علينا ووصلنا للمربع الذهبي. ما ينفعش مدرب منتخب مصر في الدور قبل يوم من الدور قبل النهائي للبطوله اقول الكلام ده، حتى لو ده الهدف بتاع منتخب مصر ما ينفعش اطلع اقوله في العلن. فده ادى رساله ممكن يكون للعيبه ان احنا كده كويسين، احنا وصلنا للدور قبل النهائي، يعني ما كنتش حابب التصريح ده. مهم، عندنا ايجابيات في البطوله، عندنا ايجابيات في البطوله، لكن النهارده ظهرت سلبيات كتير جدا وخلت احنا، انا حتى كواحد متابع لمنتخب مصر وبرنامج رياضي طبعا من خلال قناه الحياه، بقتش عندي ثقه في طريقه اداره كيروش للماتشات، حاسس ان عنده موضوع الكاتشانه او اداره الماتشات فيها مشكله كبيره جدا. هنقول لسه ما عرفش اللعيبه، هقول لكم لا ده هو اللي اختار اللعيبه دي، وعلى فكره اختياراته كانت جيده واختار ناس كويسه جدا ولعيبه كويسه جدا، بس هو اظهرهم قوي وبعدين حرقهم. يعني زود معيار المشاركه بالنسبه لبعض اللاعبين، كان يعني ادى الفرصه لبعض اللعيبه، ظهرت بشكل كويس جدا في ماتشات سهله، وبقولنا بقينا نقول ان عندنا كذا وحسين فيصل ب 50 مليون ومش عارف احمد ياسين واسامه فيصل ومروان داوود وعمر كمال عبد الواحد واحمد رفعت، لكن ما عرفش يحافظ على اللعيبه دي ويظهرهم بالشكل المميز. انا على فكره كلنا مع منتخب مصر وكلنا بنقول الكلام ده، زعل انا النهارده يعني حسيت ان انا خدت بالقفه كده وانا قاعد بتفرج على الماتش بعد ما دخل فينا الجول، مباراه في المتناول بس احنا اشتغلنا غلط على الماتش. المنتخب التونسي يعني بنتفرج على المباراه انا يعني وانا قاعد بتفرج زهقت، ما فيش كوره بتتلعب. يعني المنتخب التونسي مع احترامي ليهم ومنتخب تونس طول عمره ليه تاريخ كبير جدا، بس ما خوفنيش النهارده، ما كانش فيه خطوره على منتخب مصر. حسيت الجول اللي دخل فينا كده ضربه على القفه بالبلدي كده زي ما بنقول، لكن هارد لك خلاص مباراه وخلصت، لازم نتعلم من اخطائنا، ولازم عايز اقول كلمه كده بس مش عايز اقولها برضو، يعني لازم يبقى فيه، ما يبقاش كيروش لوحده اللي لازم، الجهاز الفني المعاون يبقى ليه دور اكبر، كابتن ضياء السيد والجهاز الفني المعاون يبقى ليه دور اكبر مع كيروش في التغييرات وفي ان هو يعرف امكانيات اللعيبه. طبعا هي بتبقى قدرات، ان المدرب يعرف قدرات لعيبته. يعني النهارده انا ما عجبنيش التغييرات وما عجبنيش اداره المباراه لكيروش، وحسيت ان احنا او مش حسيت انا، يعني حتى لو اتفرجتوا على كل الاستوديوهات التحليليه النهارده في الـ بعد المباراه الناس كلها بتقول ان كيروش، وانا انا قبل ما اسمع حتى الاستوديوهات التحليليه انا وانا بتكلم على وانا بتفرج على المباراه عمال اضرب كف على كف من التغييرات والاحداث اللي بتحصل في المباراه. لكن هارد لك لمنتخبنا، انا زعلان جدا على جماهير مصر اللي كانت في يعني قطر، وحتى جماهير المصريه اللي كنا كلنا بنتابع المباراه، اللي احنا يعني كنا نتمنى ان احنا نكون في المباراه النهائيه، وكان سهل جدا ان احنا ممكن نكون في المباراه النهائيه لو اشتغلنا بشكل افضل من كده في مباراه النهارده. عايز اتكلم كمان على التحكيم، الحكم الايراني النهارده يعني ما عجبنيش جدا، ما عجبنيش خالص الحكم الايراني علي رضا النهارده، حسب ضربه جزاء ما فيهاش حاجه خالص على احمد حجازي، في كذا كوره في بدايه المباراه كده تحس ان هو مكتفنا، مكتف المنتخب المصري، حتى حسب كذا كورنر على منتخب مصر مش كورنرات خالص في بدايه الماتش، تحس كده النهارده ان الحكم يعني ايه مكتف المنتخب المصري. هو انا مش عارف برضو ايه السر في تعيين حكم ايراني ليه مباراة مصر وقطر في الدور قبل في مصر وتونس في الدور قبل النهائي، مش عارف مش عارف، يعني ما عجبنيش خالص النهارده الحكم الايراني وقراراته متضاربه، حتى الكوره اللي دخل فيها الهدف بتاع تونس بعد ما الوقت الاصلي للمباراه انتهى والوقت الضايع، يعني هو حسب 4 دقايق وقت ضايع، الفاول اتحسب في الدقيقه 5، فما عجبنيش خالص التحكيم النهارده. ولكن احنا انا بقول احنا كان في مقدورنا ان احنا نكسب المنتخب التونسي ويعني نكمل في البطوله ونوصل للمباراه النهائيه، لكن احنا خسرنا بنفسنا. هارد لك لينا كلنا،
واكيد يعني هنتعلم من مباراه النهارده، والجهاز الفني هيتعلم، اللعيبه هتتعلم ان يعني كانت مباراه في ايدينا ولكن ضيعناها. هنستنى بقى برضه الجزء الثاني من حلقتنا النهارده عشان نشوف راي الكابتن اشرف قاسم والكابتن محمد يوسف.